مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو جدا سهلة وسريعة ورائعة لمناسبة عيد العشاق فالنتاين داي. عنا أول شي 500 ملي حليب وظرف كريم كراميل. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى عليكم تعملوا شير ولايك للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. أنا عندي هون 500 ملي حليب وعندي الزرف، ومشيت على الطريقة المكتوبة على العلبة، وانتو نفس الشي بتمشوا على الطريقة المكتوبة عندكم على العلبة. بسم الله، بحركن تحريك مستمر على الغاز ليغلي معنا الخليط. حطيت الغاز على درجة حرارة متوسطة، ما بحطن على حرارة عالية. هيدا الحلو كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير، بس بتاخد وقت لما نحطها بالبراد لتجمد الحلو اللي نحنا عملناها، بس بالتحضير كتير ما بتاخد أبدا وقت. كمان نفس الشي مثل ما بقلكن عطول، أنا بعمل كميات كتير صغيرة، انتو اللي بحب بضاعف الكمية. عنا هوني حليب كوب صغير، حوالي 6 معالق طعام حليب، بحط فوقن ملعقة طعام نشا، ملعقتين صغار نشا يعني ملعقة طعام، بخلطن منيح مع بعض وبحطن فوق الكريم كراميل ليجمد عنا منيح الكريم كراميل. بتأكد انه حركتهم منيح ما عاش فيه تكتلات، بنحطهم فوق الكريم كراميل. كمان برجع بحرك تحريك مستمر ليشتد عنا الخليط. بلش الخليط يشتد عنا، بستمر بالتحريك. بس صار عنا هيدا القوام هلأ بحطهم بالصينية. عندي بالصينية شوية زيت بدهنهم، حوالي ربع ملعقة صغيرة زيت بدهن الصينية، عشان هيدا الكريم كراميل بدي رجع شيله من الصينية لأقدر شيله بسهولة للكريم كراميل بس يجمد. حطيت زيت نباتي، بحط الخليط. بسم الله، هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي 3 ساعات. بعد ما تأكدت انه جمد منيح الكريم كراميل، هلا بدي شيله من الصينية لنكفي الطريقة مع بعض. بعمل بهيدي الطريقة عشان ما يكون ملزق على الطرف. هلا بحطهم بالصينية. برجع بحطها بالبراد لهيدي الكريم كراميل. بعد ما حطيت الكريم كراميل بالبراد رجعت عندي هوني 350 ملي مي سخنة، مي مغلية، وعنا ظرف الجلي. الجلي بمشي على الطريقة المكتوبة على علبة ظرف الجلي، يعني الجلي عن الجلي بيختلف، بنمشي على الطريقة الموجودة على العلبة. بحركهم تحريك مستمر منيح لحتى اللي يتأكد انه داب عنا الجلي.
بعد شوي نصيحة، بتشتغل الجل النباتي، الجل النباتي ما بيطول كتير ليجمد، الجل الحيواني بياخد وقت ليلة كاملة تقريبا أو 5 ساعات أقل شيء ليجمد، هذا الجلي بياخد ساعة يعني بيطلع كتير جامد. عندي هون بالصينية حطيت حوالي ربع ملعقة صغيرة زيت نباتي، بس عشان إذا بدي شيل الجلي الحلو من قلب الصينية ما يلزق معنا بنحط شي خفيف زيت نباتي. هلا بحط الجلي، بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. بعد ما تأكدت الجلي جمد، هلا كمان عندي هون 350 ميلي مي سخنة مي مغلية وظرف جلي، بحركهم منيح ليدوب الجلي منيح. بسم الله، بحرك تحريك مستمر لتأكد انه الجلي داب. طريقة على فكرة كتير سهلة، وبس حطيتها بالبراد هيدي اللي بتاخد وقت، بس بالتحضير ابدا ما بتاخد وقت. اذا ملاحظين تحضيرها كتير بسيط وسريع. هلا بس داب الجلي شو بدي اعمل؟ بدي احط هيدي الطبقة فوق هيدا الجلي اللي بالصينية، بنرجع نحط هول اللي بالكاسي فوقن. بسم الله، كان لازم ادهن الصينية بالزيت قبل ما احط الخليط على الصينية، ما في اي مشكلة. هلا بحط الجلي على هيدا الخليط على رواق عشان ما يدوب معنا. شفتوا كيف بهيدي الطريقة؟ هلا بحطهم على جنب ليبرد الجلي شوي بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد كمان حوالي ساعة. هيدي الجلي بعد ما حطيتها بالبراد ساعة وجمدت منيح، لنشوف مع بعض كيف طلعت. بسم الله، ان شاء الله الوصفات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم يا رب. ما شاء الله هيدا الشكل النهائي، شكل كتير رائع. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.